هذا الهجوم؟ كيف اطلعتم عليه وقرأتموه؟ ما بين ما الذي يحمل في طياته؟ ما هي دلالات هذا الهجوم في هذا التوقيت؟ يعني هو هذا يعني وضع يؤكد على أن المنطقة دخلت مرحلة القلاقل ومرحلة الاضطرابات وال يعني العنف بكل أبعاده. وبالتالي أنت تعلم عندما تكون أمريكا يعني طرف أساسي في كل ما يجري في الشرق الأوسط، وهذا الاستهداف واضح أنه استهداف للأمريكان، لربما يكون رد على ما يجري في غزة ودعم الاحتلال الإسرائيلي، ولا ربما يكون طبعا يعني الذي قامت بالجهة التي قامت بهذا العمل هي من الجهات التي تعتبر أمريكا على رأس قائمة الأعداء والداعمين لإسرائيل، وبالتالي هذا استحقاق، نوع من الاستحقاق من معاقبتها. هذا هو التفسير الآني البسيط. لكن من هي هذه الجهة؟ قد تكون منظمات تابعة لإيران، قد تكون إيران نفسها، قد تكون يعني بعض الجهات المغمورة اللي أصبحت جزء من الأزمة، قد يكون اليمنيين يعني بيان البيت الأبيض سيد رجاء، بيان البيت الأبيض بايدن اتهم في هذا البيان جماعات متشددة مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وتعمل أيضا في سوريا والعراق هذه الجماعات. نعم، هو أنت تعلم أن ما زال بالساحة السورية بقاء التنظيمات الإرهابية القديمة، يعني داعش ومخلفات داعش، وبالتالي ليس مستغربا أن تكون هذه التنظيمات الآن بدأت تنشط باتجاه ما يسمى بمعاقبة أمريكا على مواقفها السياسية تجاه ما يجري في غزة ودعم لإسرائيل. هذا وارد جدا، ولكن يعني ما زالت الهوية المحددة لمن هي هذه الجهة ما زالت مجهولة، ومن الصعب إطلاق أحكام دون التحقق. والأمريكان بطبيعة الحال أخي العزيز لديهم أقمار صناعية، ويعلمون من أين جاءت هذه المسيرة كما ذكرنا. طيب تحقيق الرصد سيد رجا، كما ذكرنا سلفا أن هذا الهجوم لم يكن الأول من نوعه، ولكن هو الأول الذي يوقع قتل جنود أمريكان في جراء هذا الهجوم، وأيضا إصابات كثيرة كما ذكر طبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان له. يعتبر لأول مرة يوجد قتل أمريكان في صفوف الجيش الأمريكي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هل من دلالات على ذلك؟ أنا بتقديري أن هذا السلاح أو هذه المسيرة يعني تحمل تقنية جديدة أو قوة نارية جديدة لم يسبق استخدامها، لأن الذين سقطوا هذه مثل ما تفضلت القاعدة كانت تتعرض لعديد المرات لإطلاق نار وصواريخ، ولكن لم يقع هذا العدد. إذن هناك شيء جديد من الناحية التسليح ونوعية السلاح، وبالتالي هنا يكمن اللغز ويكمن الموضوع. وبتقديري أن الجهة التي قامت بهذا العمل قد تكون حصلت على نوع من أنواع السلاح الجديد، ولا يستبعد أن يكون السلاح إيراني، لأنه إيران كما تعلم توعدت كذا مرة، أكثر من مرة بعد صالح العروري وبعد الموسوي في دمشق والضربات التي تعرضت لها في أماكن عديدة، أنها ستقوم بالرد، ورد موجع حسبما قال حتى خامنئي يعني في أحد الخطب له. طيب تفضل بالبقاء معنا سيد رجا لأنتقل إلى السيد إيهاب عباس، وأرحب به على شاشة الغد الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد إيهاب معنا على شاشة الغد. في البداية يعني البيت الأبيض وبالتحديد الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعهد بمحاسبة كل من يقف وراء هذا الهجوم الذي خلف حتى هذه اللحظة 3 قتلى عسكريين أمريكيين بالإضافة إلى إصابة الكثير. نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين. يعني هذا التعهد لا أعلم إذا كان تعهدا حقيقيا أم فقط لذر الرماد في عيون الناخبين الأمريكيين في هذه السنة الانتخابية. القوات الأمريكية تعرضت للكثير من الهجمات في مناطق الشرق الأوسط المختلفة، وكان رد فعل الإدارة ضعيف جدا، لا يتناسب مع حجم وقدرات الدولة الأمريكية ولا مع سمعتها داخليا ولا خارجيا.
إدارة جو بايدن أضعف من أن ترد رد حقيقي، لأن الرد الحقيقي ليس على أذرع إيران بالوكالة، إنما الرد الحقيقي هو يجب أن يكون على إيران نفسها، وإدارة جو بايدن لن تستطيع لماذا أن تأخذ هذه سيد إيهاب؟ لأن كل هذه الجماعات التي تقوم بتنفيذ ضربات ضد القوات الأمريكية هي جماعات موالية لإيران، ولدينا تقارير استخباراتية تؤكد هذه البيانات بما لدى مجال للشك، وإيران نفسها تعلن أنها دائما تساند هذه الجماعات مساندة عسكرية ولوجستية إلى آخره. يعني ما يحدث مثلا من الحوثي في اليمن هو يحدث بإعاز إيراني وبتسليح وقدرات إيرانية ودعم لوجستي من إيران ومن حزب الله أيضا في لبنان. اتفقنا أو اختلفنا، لا أتحدث عن السبب لكن أتحدث عن ما يحدث للقوات الأمريكية بالضبط. طبعا حالة التصعيد التي نشاهدها ربما تكون يعني بسبب الحرب في غزة والمواقف الأمريكية المخزية من هذه الحرب، موقف إدارة جو بايدن المخزي من هذه الحرب والذي لا يتفق مع يعني الجهود الإنسانية والدولية المبذولة في هذا الإطار. هل تورطت الإدارة الأمريكية بهكذا موقف؟ يعني أصبحت أو باتت المصالح الأمريكية كلها مهددة في منطقة الشرق الأوسط، وكما ذكرتم أن هذه الإدارة الأمريكية لا ترد بحجم ما تتعرض له القوات الأمريكية في تلك المناطق. نعم أتفق مع حضرتك تماما بكل تأكيد، المصالح الأمريكية باتت كلها في خطر وهذا ما نشاهده اليوم، والاستراتيجيات والتكتيكات الموضوعة من قبل إدارة جو بايدن، وهنا لما أقول إدارة أتحدث عن بيت أبيض، خارجية، بنتاغون، كلها يعني تكتيكات واستراتيجيات ضعيفة، لا يوجد تنسيق متبادل. صديقي يعني عندما يختفي وزير الدفاع لمدة 10 أيام ولا يعلم عنه الرئيس شيئا ولا يعلم عن موقعه، هذا يدل في حد ذاته على أن ليس هناك أي تنسيق. لو كان هذا أي رئيس جمهورية آخر في أي دولة أخرى من حتى من دول الموز، جمهوريات الموز كما يقال، لعرف أين طيب يوجد وزير الدفاع. لماذا هذا التخبط سيد إيهاب؟ لأنها إدارة ضعيفة بالمختصر المفيد، إدارة ضعيفة وليس لديها خبرات لا سياسية ولا عسكرية ولا دبلوماسية ولا أي شيء آخر، مبنية على كوادر خبراتهم في الحياة العسكرية والحياة السياسية ضعيفة جدا، ولا أعتقد أنها ترقى لمستوى أن تمثل الولايات المتحدة بهذا الحجم الكبير. أنا لا هنا لا أثني على أي إدارات سابقة ولا لاحقة ولا إلى آخره، لكن إذا ما جاء الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى إلى حكم الولايات المتحدة سيكون الأمر مغيرا تماما لما نشاهده. ما الذي سوف يختلف سيد إيهاب؟ لا ستختلف أمور كثيرة جدا، أولا على رأسها هناك ملف من الملفات المهمة جدا سيتم إغلاقه بلا رجعة، وهو ملف مثلا حرب روسيا أوكرانيا، هذه الحرب التي أثرت على كل اقتصاديات العالم وأثرت على الاقتصاد الأمريكي بشكل سلبي كبير جدا جدا، يعني المعاناة الاقتصادية التي يعني، ولكن ما تتعرض له المصالح الأمريكية اليوم ليس بسبب الحرب الروسية الأوكرانية سيد إيهاب، كلنا نعلم أنه بسبب المواقف الأمريكية. تمام أنا مظبوط، أنا قلت لحضرتك مثلا أنت سألتني ما الذي ممكن أن تفعله، فأنا قلت لحضرتك مثلا ممكن أن تفعل هذا، وممكن أن تفعل أمور أخرى أيضا. إدارة جو بايدن يعني إذا جاء دونالد ترامب طبعا الرؤية الواضحة عنه أنه سيساند إسرائيل ودعمها لأقصى درجة وربما أكثر مما يقوم به جو بايدن الآن، لكن من الممكن أن يلعب دور مختلف تماما ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه بأن يكون صانع سلام بين الجانبين، لأنه الجانبان اليوم أصبحا مثقلان بكثير من المآسي، الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، طبعا لا توجد مقارنة لمآسي الشعب الفلسطيني بمآسي الشعب الإسرائيلي، ولكن الآن هم في مرحلة طحن متبادل ولا يريد الشعبان هذا الطحن أن يستمر إلى ما لا نهاية بغض النظر عن مواقف القيادات في داخل الشعبين، فمن الممكن أن يلعب دورا بناء في هذا الإطار. هل هذا سيحدث؟ لا أعلم، ولكن أقول مثلا ومواقف أخرى كثيرة. يعني نحن هنا في الولايات المتحدة حضرتك سمعت أنه مثلا من الممكن أن نتعرض لحرب أهلية بسبب ما يحدث في تكساس وعلى الحدود، هذا من سوء إدارة جو بايدن هي التي أوصلت الأمور إلى هذه المرحلة المخزية التي يكون فيها حاكم ولاية تكساس يتعامل كما لو كان دولة بمفرده، وهو اضطر لهذا لأن الإدارة الحكومة الفيدرالية لم تراعي الحدود الأمريكية التي تتدفق من خلالها تقريبا كل يوم 7000 مهاجر غير شرعي يملؤون البلاد بالجرائم وبالمخدرات وإلى آخره، فلا هناك أمور كثيرة جدا ستتغير يعني. طيب إلى سيد رجا طلب المحلل السياسي من عمان. سيد رجا كنت أتحدث معك حول الرد الأمريكي على تلك الهجمات، برأيكم كيف سوف يكون؟
يعني انا اتفق مع الاخ الذي اعتقد يتحدث من واشنطن السيد ايهاب عباس، الذي يقول ان هذه الاداره ضعيفه. نعم، هذه اداره ضعيفه على كل المستويات، واوصلت الولايات المتحده الى هذه المرحله. يعني عندما نقول لو كان هناك اداره مختلفه عن هذه الاداره لتصرفت بحكمه اكثر في موضوع مثل موضوع غزه. صحيح ترامب قد يكون اكثر صهيونيه من بايدن، ولكن كان يمكن ان يعني يمارس دور مختلف عن هذا الدور. على اي حال، هذه اداره ضعيفه دخلت عامها الانتخابي، وبالتالي هي بطة عرجاء لا تستطيع ان تفعل شيء، يعني لا تستطيع ان تاخذ قرار بالحرب. وللاسف لقد خطفها نتنياهو وجعلها تحت أبطه وتنفذ تماما ما يريده. يعني الآن المعادلة صفرية بين نتنياهو وبين بايدن. نتنياهو هو الذي يتحكم تماما بمصير بايدن، والآن أي الإدارة الأمريكية وبايدن وسمعة أمريكا وقوة أمريكا بالعالم وصورتها الآن تضرب، يعني وقد تضرب في أماكن أخرى أيضا، قد تكون هذه نقطة بداية. سيد رجاء، إلى أي مدى يمكن ربط ما حدث في قاعدة التنف بالهجمات الأمريكية البريطانية على جماعة الحوثي في اليمن؟ قد يكون هذا سلاح جاء من اليمن، مسيرة من اليمن. يعني طبعا نحن نخمن، لا نملك معلومات، ولكن أمريكا هي التي تملك الأقمار الصناعية. يعني من المفترض خلال ساعات أن يكون هناك تصور كامل لما جرى، ولكن أنا أركز على نوعية السلاح المستخدم، نوعية القنبلة. أعتقد أن هذا ليس عمل جماعات إرهابية صغيرة، هذا عمل يعني نوعي، وعمل يوجد به تقنية عالية وقوة نارية، يعني أوقعت هذه الخسائر الفادحة. بالضبط. عود إلى سيد إيهاب. سيد إيهاب، هنالك تحقيقات كما ذكر مراسلنا من واشنطن سهيل الشاعر يتم إجراؤها الآن بشأن تقاعس قوات الدفاع في قاعدة التنف. صحيح، يعني سننتظر لنرى ما هي هذه التحقيقات. لكن من الأمور أيضا المثيرة للاستغراب هو أن تخرج القيادة العسكرية الأمريكية لتقول إن قواتنا في الأردن تعرضت إلى هجوم أو تعرضت لهجوم، وهي لا تعلم إذا ما كانت هذه القوات بالفعل في الأردن أم خارج الأردن. هذا أيضا أمر مثير للاستغراب والدهشة. يعني كيف يكون هناك تصريح من قيادات عسكرية تعلم إحداثيات وجود كل القوات الأمريكية على وجه كوكب الأرض، ولا تعلم إذا ما كانت المنصة أو القاعدة التي ضربت قد ضربت داخل الأردن أو خارج الأردن. هذا في حد ذاته أمر مخزي ومعيب جداً، أعتقد، ويجب أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة للشخص الذي قام بإصدار هذه التصريحات دون أن يتأكد، أو ما إذا كان حصل على معلومات خاطئة أصلا. ولكن سيد إيهاب، يبقى السؤال هنا، ماذا عن أبعاد هذه العملية العسكرية؟ إلى أي مدى برأيكم يمكن أن تزداد حدة التوترات ويتصاعد المشهد في المنطقة؟ لا، مرشحة للزيادة طبعا والتصعيد، وهذا ما كنت دائما أقوله عبر قناتكم الموقرة وعبر كل اللقاءات التي أخرج فيها عبر قنوات أخرى. عندما أسأل نفس هذا السؤال أقول دائما إن إيران هذه هي فرصتها السانحة عن طريق مباشر أو غير مباشر، يعني بأذرعها بالوكالة، للضغط الشديد على إدارة جو بايدن وإحداث كل ما نشاهده اليوم قبل انتهاء السنة الانتخابية. وهذا الضغط من وجهة نظري هو ضغط في اتجاه غير معلن من إيران، تقول فيه لإدارة جو بايدن أنت ضيعت الوقت بمفاوضات لا طائل منها في فيينا لمدة عام ونصف ولم نصل إلى اتفاق، فهذا هو ما يحدث بسبب التخاذل. وإيران تعلم أن إدارة جو بايدن إذا ما ذهبت في الانتخابات القادمة ستأتيها إدارة دونالد ترامب، التي يعني ستحاول أن تضع إيران مرة أخرى في فوهة المدفع الأمريكي المباشر سياسيا واقتصاديا. نعم. وربما بشكل كبير عسكريا. وعسكريا لماذا أقول عسكريا؟ لأن إسرائيل عندما تنتهي من قطاع غزة ستحاول أن تستدير لإيران وأذرعها بالوكالة، وستجر الولايات المتحدة للأسف الشديد من رقبتها ربما إلى حرب مباشرة مع إيران. عظيم. طيب، هل تتوقع وجود ربما دور للتحالف الدولي من جديد بعد هذا الهجوم سيد إيهاب؟
لمكافحة داعش حضرتك تقصد مثلا، ما ان ذكر يكون له على لسان تدخل. بايدن الإرهاب. اه طبعا، يعني هو التحالف اصلا موجود، لم ينتهي، لم يتم حل التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، هو موجود وربما سيكون له يعني دور وربما لن يكون له دور. انا اعتقد انه دور التحالف الدولي في المرحلة الحالية محدود وغير واضح، يعني الواضح هو الدور الأمريكي فقط، لكن هل إدارة جو بايدن ستستطيع أن تقنع حلفائها وشركائها الاستراتيجيين في المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي العالم للنهوض مرة أخرى والهبة لمكافحة الإرهاب بالمفهوم الكبير؟ طيب، إذا ما دخلت هذه القوة في هذا الإطار، هل هي كلها تعلم أن الممارسات السياسية الأمريكية في حرب غزة إسرائيل هي التي ربما أشعلت فتيل هذا أو فتيل هذا التصعيد الذي نشاهده اليوم؟ وهل هي سترضى أن تدخل في مثل هذا النوع من الحروب إنجاز التعبير بالوكالة؟ لأنه في نهاية المطاف أعتقد أنها ربما تكون حرب بالوكالة لمصلحة واشنطن التي فشلت في احتواء أذرع إيران بالوكالة، وفشلت في احتواء إيران، وفشلت في تحقيق أي نوع من أنواع التوازن الذي كان من المفروض أن تلعبه في حرب غزة إسرائيل وأن تسعى لوقف هذه الحرب. كل هذه أسئلة سيسألها أعتقد الشركاء وحلفاء واشنطن الأوروبيون تحديدا والشرق أوسطيون. وربما هذا يقودنا للسؤال حول خيارات هذه الإدارة الأمريكية الآن سيد إيهاب. خياراتها محدودة جدا، ستظل دائما في إطار يعني إما ردة الفعل وإما العمليات الاستباقية. ردة فعل يعني كلما تضرب تضرب، والعمليات الاستباقية هي إذا ما قررت، لا أقول التصعيد لأنها لا تريد التصعيد بالمناسبة، هي فقط بدأت شيئا لا تعرف كيف تنهيه. يعني هي بدأت دعم إسرائيل ولكن لا تعرف كيف أن تنهي هذا الدعم، لأنه بدأ يطال القوات الأمريكية والاقتصاد الأمريكي وإلى آخره. بالضبط. فللأسف الشديد هي ليس لديها أي رؤية في هذا الاتجاه. ما الذي تخشاه الإدارة الأمريكية من حالة التصعيد سيد إيهاب، بالرغم من أن المصالح الأمريكية باتت كلها مهددة في منطقة الشرق الأوسط؟ فكرة التصعيد في نهاية المطاف الجزء الأكبر منها والمخيف للجميع ليس فقط للإدارة الأمريكية هو أن يكون هناك مواجهات مباشرة بين دول. يعني من الممكن أن تنجر إيران لهذه الحرب، من الممكن أن تنجر دول أخرى لهذه الحرب. بكل تأكيد الأمر سهل جدا، يعني بتنا اليوم يجلس الجميع فوق فوهة ليس بركان، يعني صندوق أو برميل بارود وفتيله قد أشعل، وهي حرب غزة إسرائيل، وبدأ يقصر 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 إلى من الممكن أن يصل إلى قلب البرميل وينفجر بكل من حوله وكل من يجلس عليه وسيتفتت الجميع ويتهتك. يعني هذا للأسف الشديد ما نحن بصدده اليوم. لا توجد رؤية واضحة لدى إدارة جو بايدن لوقف الحرب في غزة وإسرائيل، لا توجد رؤية واضحة لغزة ما بعد هذه الحرب، من يديرها من لا يديرها، ليس لديها قدرات على الضغط على إسرائيل أصلا، وليس لديها تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، وشهدنا الاختلافات التي بدأت تدب بين نتنياهو وبايدن، وأصبحت سفينة حرب إسرائيل غزة اليوم تسير بلا قائد أو قائد واحد فقط هو نتنياهو الذي يريد أن يدخل بها في أقرب حيطة إنجاز التعبير يعني. طيب أعود إلى السيد رجا. السيد رجا نفس السؤال، ما الذي تخشاه الإدارة الأمريكية الآن من توسيع نطاق ردها، علما بأن المصالح الأمريكية باتت كلها مهددة في منطقة الشرق الأوسط؟ يعني أتوقع أن الإدارة الأمريكية بالأساس كانت لا تريد توسيع الحرب كما تعلم، وأصلا بآخر رحلة لبلينكين للمنطقة كان هدفه الأساس هو احتواء التصعيد وعدم توسعة رقعة الحرب، وهذا كان معلن ليس سرا وسعى لعمل ذلك. الآن هذه الضربة المفاجئة والقاسية أيضا في ذات الوقت ستجعل الولايات المتحدة في حيرة من أمرها، خاصة أنها إدارة مترددة بالأساس وليست يعني تملك رؤية لا سياسية ولا ترغب بالتصعيد العسكري، فبالتالي هي مثلما قلت قبل قليل هي تماما بطة عرجاء غير قادرة على فعل شيء. هي ستسعى قدر الإمكان إلى أن لا تصعد، لأنه عندما تدخل هي تدخل الحرب حتى مع هذه الحالة سيد رجا، حتى مع هذه الحالة بسقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية. نعم، لا طالما أن لم تعلن جهة
من هي التي تتبنى هذا العمل، فهذا يريح الأمريكان بأنه لا هناك جهة إرهابية. من هي هذه الجهة الإرهابية؟ لا أحد يعلم. وهذا طبعا يعني بكل تأكيد يريح الأمريكي، لأنه لو كانت إيران إذن أمام الإدارة الأمريكية من أجل إعادة الاعتبار لها ولقيمتها الاستراتيجية على مستوى العالم وقوتها أن تقوم برد فعل. ولكن طالما أن المسألة غامضة والأمور غير واضحة، فإذا الإدارة الأمريكية لنقل تحاول قدر الإمكان أن تختبي وراء هذا اللغز أو المنطقة الرمادية. ولكن بكل الأحوال هي استخباريا ستكون تعلم، ولن يخرج أيضا هذا العمل بكل الأحوال عن أن يكون تابع لأحد الفصائل التي طيب. تدعمها عظيم. إيران، لأن إيران الطرف الأكثر الأكثر رغبة بالانتقام من الولايات المتحدة ومن إسرائيل لاعتبارات نعلمها جميعا. طيب سيد إيهاب، بايدن اتهم صراحة جماعات متشددة مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وذكر أن أيضا أن هذه الجماعات تعمل في سوريا والعراق. على أي أساس بنى بايدن هذا الاتهام برأيكم؟ لا، هو الاتهام مضبوط يعني، وليس فيه شيء خطأ، وكل التقارير الاستخباراتية الأمريكية والغربية عامة وحتى ودول الشرق الأوسط تشير إلى ما يقوله هو الرئيس جو بايدن. لكن هو السؤال يعني ما الذي أضافه هو بهذا التصريح؟ يعني ما الجديد الذي أتى به؟ يعني نحن نعلم أن اللون الأخضر لونه أخضر، ويخرج شخص يقول لك بالفعل اللون الأخضر لونه أخضر. طب ما احنا عارفين يا أستاذ بايدن أن ما تقوله هو ما يحدث، يعني ما الجديد الذي أضفته؟ أنا كنت أتوقع منه أن يرد بشكل مختلف، أن كيف؟ أن يرد ما هو بشكل الشكل؟ ما هو هذا يعني الشكل؟ أولا من المفترض ألا يرد في هذا التوقيت بهذه السرعة، كان من المفترض أن ينتظر ليعلم كافة الحقائق المتعلقة بالضربة قبل أن تتوجه أصابع الاتهام إلى الأردن. لأن أنا أعتبر أن القول أن هذه القاعدة التي ضربت داخل الأردن وفي النهاية تكون في سوريا، هذا في حد ذاته خطأ كبير جدا، وخطأ في حق الدولة الأردنية أيضا، كما لو كانت الأردن غير متمكنة من حماية حدودها، لأن هذه المسيرات إذا ما دخلت إلى الأردن فهي دخلت عبر الحدود، عبر الأجواء الجوية الأردنية المسيطر عليها عسكريا ومدنيا من قبل الأردن. فهذا خطأ في حق الأردن يجب أن تعتذر عنه إدارة جو بايدن، هذا أولا. ثانيا يجب على الإدارة أن تنتظر حتى تعلم كافة الحقائق والتفاصيل المتعلقة بالضربة، حتى يكون لديها تصريحات تستطيع من خلالها أن تصف الضربة التي تعرضت لها قواتنا بشكل صحيح ومنطقي ولا يكون فيه لبس. الأمر الثالث يجب أن يحدد ماهية الرد، ولا يقول يعني يشير إلى جماعات إرهابية وإيران من خلال، نحن نعلم كل هذا الأمر، هذا الأمر متروك لنا، يعني نحن كمحللين سياسيين أو كخبراء سياسيين أو حتى كقادة سياسيين من الممكن أن يتحدثوا في هذا الإطار. لكن جو بايدن هو قائد سياسي عسكري، هو الرجل رقم واحد سياسيا في الولايات المتحدة، والرجل رقم واحد سياسيا في عسكريا في الولايات المتحدة، والرجل رقم واحد دبلوماسيا في الولايات المتحدة. فتصريحاته يجب أن تكون دقيقة، وزي ما بيقولوا بمناسبة يعني كأس أمم أفريقيا وكأس أمم آسيا نعم. في الجول، لكن تصريحاته أوت كلها للأسف. أشكرك، شكرا جزيلا لك سيد إيهاب عباس المحلل السياسي، كنت معنا من واشنطن. وشكر بالطبع موصول أيضا إلى سيد رجاء طلب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان. شكرا.